تفاصيل مقتل الناشط البحريني سالم المسيفر طعنا على يد زوجته داخل منزلهما في مدينة المحرة. لقي الناشط الاجتماعي البحريني رئيس الخدمات التقنية والتسليم ببنك البحرين الوطني سالم المسيفر مصرعه إثر إصابته بجرح طعن على يد زوجته بسبب خلاف عائلي نشب بينهما داخل منزلهما بمنطقة قلالي بمدينة المحرقة في البحرين. ووثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قيام جموع غفيرة بتشييع جثمان الشاب الراحل أمس الخميس في مقبرة المحرق. وحسب وسائل إعلام بحرينية فاصلة وقع خلاف عائلي بين المسيفر التي تعمل في السلك العسكري لتقدم على طعنه في منطقة الصدر بواسطة آلة حالة سكين، مشيرة إلى أن الزوجة كانت تمسك بالسكين أثناء المشاجرة وأثناء انفعالها طعنت زوجها. وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا أنه توفي متأثرا بإصابته.